기대 안 돼. First of all, back in here, back on ramp. Awal no andi esma previous. Fi no ani esmo. Circumstantial. Wa akhir no esmo taku. Awal no khalas wa previous da. Inna bahajim shakhs el hawa el el argument معين. علشان هو مثلا ممكن حد لسه فريش مان لسه ما عندوش خبره كويسه او ان المراه بتاعته تختلف عن المراه بتاعتي في اختلاف بيني وبينه فانا بهاجم الشخص دوت لمجرد الحاجه اللي هو قالها دي خالص علشان نغطي الحاجه دي. والتاني نوع هو السيركمستانشن ان انا بهاجم برضه الشخص اللي هو قال الفكره ديت علشان ربطت بين الفكره وبين ظروف الشخص ده. فهقول مثال كده على النوعين دول نقارن بيهم سريعا. فمثلا لو حصل في شخص طلع وقال ان انا عايز اربع ضريبه على شركات معينه في الدوله. فاول نوع كويس انا ههاجمه علشان انا بقول ان الشخص دوت مش واثق فيه ان هو يقدر يقول ان انا برفع الضريبه على الناس ديت علشان سبب معين. تاني نوع لو انا ههاجم كاني ان انا سيركمستانشال فانا ههاجمه علشان مثلا سيد الشخص اللي قال ان انا عايز ارفع ضريبه ده هو رئيس وزراء. فانا هقول دايما ان رئيس الوزراء هو اصلا مش هيقدر ان انا ارفع ضريبه او مش هرفعها فهو مش هيتاثر باي حاجه. فعشان كده انا هرفض على طول من غير حتى ما افكر ممكن يكون رفع الضريبه ده حاجه مفيده او ضاره للبلد. ممكن نوع تاني مثلا لو انا عندي في الفيديوز ده في ديبيت في المدرسه بين طالبين. فواحد قال انا مثلا عايز ان احنا نعمل ان احنا نكرم الطالب المسيء في المدرسه. فانا هاجمه واقول لا علشان انا مثلا سي شايف ان الشخص دوت انا مش بحبه او انا بعترض معاه في كذا فكره. فاي حاجه هو هيقولها انا هعترض عليها وبقول له على طول بغض النظر عن ان انا اكرم الطالب المثالي دي حاجه كويسه قوي. ثالث نوع خالص اللي هو السيركمستانشال البروكو. البروكو ده اللي هو انا بهاجم الشخص الفكره علشان انا مش مقتنع بيه او هو بيقول الحاجه اصلا بيرفي الحاجه اللي هو بيقترح ان هو يعملها بيرفي ارجيومنت. فمثلا سي مثال علينا